إذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، أضاء أهالي بلدة مرمريتا والفعاليات الاجتماعية شجرة الميلاد في ساحة البلدة، والتي رافقها الألعاب النارية لتزيد من جمال ومتعة المشاهدة، تعبيرا عن أمالهم بأن يحمل العام الجديد الخير للجميع. طبعا نحن شي 15 شاب حبينا أنه السنة يكون في نعطي أمل وفرح بمرمريتا ونضوي شجرة العيد اللي ترد شوي من الفرح اللي بهالسنين الحرب ضاعت عن وجوه الكل. وزعنا تقريبا شي 1800 كمامي على كل الموجودين. الشجرة طولها 12 متر وعرضها من تحت 6 امتار، ملونة مثل ما شفتوا بهالألوان الموجودة. طبعا تقدمت بتكاليفها هي شركة مسموح للتجارة. بعض الشباب الحقيقة المتحمسين واللي طبعا اعمالهم خيره بكل المجالات رادوا انهم يضفوا بسمه العيد على وجوه كثير ناس بهالظروف الصعبه. كثير حبينا نشارك ونخلي هالعالم الحزينه او الخايفه انه يطلع لها شويه فرح ضمن حدود الأمان المطلوب. وحرصا على سلامة المتواجدين في الساحة، وزع القائمون على الاحتفالية الكمامات عليهم للحد من انتشار فيروس كورونا. ولفتي كثير حلوة من الشباب انه هيك حبينا نحتفل بالعيد ونوزعوا لنا كمامات مشان الكل يحافظ على سلامته. لفتي كثير حلوة يعني من الشباب والصبايا هون لما عملوا هاي يعني هذا الاحتفال الحلو اللي جمعنا كلياتنا وعملنا جو حلو ووزعوا كمامات لمة حلوة لضيعة وفرح حلو وما حرمونا فرحة العيد. والأهم من هيك انه كمان وزعوا كمامات لكل الموجودين حفاظا على سلامتنا وسلامتهم كمان. احتفال كثير حلوة، انا كثير مبسوطة وكل عام وانت بخير. الاضواء الجميلة المتلألئة في كل مكان اطفت جمالا وفرحا في نفوس الكبار والصغار، لتكون هذه الاحتفالية رسالة واضحة بانه رغم وجود هذه الجائحة يصمم السوريون على ايجاد الفرح. من ساحة بلدة مرمريتا بريف حمص الغربي، العلي، الإخبارية السورية.